السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله الاخوان غادي نهضروا على واحد الكومبوزو اللي جد 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 مهم في السياره. هذا الكومبوزو الا وهو الاخوان هو البواتي دو بريشوفاج. كيف ما كتشوفوا البواتي دو بريشوفاج داير على هذا الشكل الاخوان، كيف ما كتشوفوا في الصوره، هذه هي البواتي دو بريشوفاج. المهم الاخوان هي تكون على هذا الشكل، هذه مستطيل كيف ما كتشوفوا هكا، فيها واحد البولون غليظ، واحد البولون صغير هاكا الاخوان. والداخل ديال البواتي ديال والداخل ديال البواتي ديال بريشوفاج كاين واحد لابارتي الكترونيك، واحد لابارتي الكترونيك. كيف ما كتشوفوا البواتي الكترونيك ترمزوا لها بهذا الرمز، هادي لابارتي الكترونيك كيف ما كتشوفوا. وكيف ما كتشوفوا الاخوان البواتي دو بريشوفاج كيف ما كتشوفوا فيه واحد الكونيكتور، كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، هذا كونيكتور فيه، والكونيكتور فيه خمسه ديال لي بين، ولكن البين الثانيه تتكون اونوتيل، ما تتكون فيها حتى شي حاجه، ما تكون فيها حتى شي خيط. كيف ما كتشوفوا واحد هنايا، يعني ثلاثه اربعه إيه الخمسة، ومازال غادي نشرحوا أي حاجة، فهمتي؟ هنا هي الثلاثة الخمسة الربعة الواحد فين غاديين إتسيتيرا. المهم أول حاجة غادي نشوفوا البلوس باتري. دائما الإخوان البلوس باتري دائما الإخوان البلوس باتري دائما تجي لهاد هنايا، لهاد البولون الغليظ كيف ما كتشوفوا هنا في الصورة. دائما وهاد البولون هذا دائما تجيه بلوس باتري، تجيه نيشان بلوس باتري، لا ديمونطاسيون تجيه نيشان من بلوس باتري. وبالنسبه لهاد الصغير هذا، بالنسبه لهاد البولون الصغير هذا كيف ما كتشوفوا غادي تي اليمونتي لي بوجي دو بريشوفاج، الاخوان كيف ما كتشوفوا رسموا هنا لي بوجي دو بريشوفاج. ها هما الاخوان، الاول الثاني الثالث ها الرابع كما كتشوفوا، هاكا ترمزو لي الشيمة في الكابلات تيكونو هاكا لي بوجي دو بريشوفاج، و تيكونو عندهم لاماس الإخوان، تيكون عندهم واحد لاماس، كاملين عندهم واحد لاماس. فوالا الإخوان. وبالنسبة لهنايا خوتي، الداخل ديال البوجي دو بريشوفاج كاين واحد القطيعة، كاينه واحد القطيعه الاخوان، كاينه واحد القطيعه. المهم احنا غادي نفهموا هذه القطيعه كيفاش، شكون اللي تيفونكسيون هذا الى اخره. المهم بداو على بركه الله بهاد الثلاثه، هذا الثلاثه الاخوان هو لا بري كونتاكت، وهذا لا بري كونتاكت تيكون فيه واحد الفيزيبل دائما تيكون ديال 10 امبير، 10 امبير او ابري كونتاكت. Après contact. Voilà l'ikhwan باش يحمي هاد البواتي دو بريشوفاج، تيديروا له هاد الفيزيبل هذا 10 امبير باش يحمي هاد البواتي دو بريشوفاج. وبالنسبه لآل واحد، الوحده الاخوان هو لاماس، دائما لاماس. والربعه والخمسه الاخوان تيمشي الكالكولاتور الاس يو. رسموا الكالكولاتور على سبيل المثال، هذه هي الكالكولاتور E C U. فوالا الاخوان، خمسه تيمشي لهنايا والربعه حتى هو تيجي الكالكولاتور. دابا غادي تقولوا شنو هي هاد الربعه وشنو هي هاد الخمسه. نبداو بالربعه. الربعه خوتي هي الكوموند، الكالكولاتور تتكوموندي البواتي دو بريشوفاج، هي اللي تتكوموندي البواتي دو بريشوفاج باش تدوز لاليمونطاسيون، تدوز لاليمونطاسيون لي بوجي دو بريشوفاج. دونك الربعة هي الكوموند. الربعة الإخوان هي الربعة هي الكوموند. مثلا الأسيو فاش يكوموندي البواتي بريشوفاج باش تتأليمونتا، شنو تيدير؟ هنايا هاد البواتي إلكترونيك الداخل ديالها بحال كاين واحد ليمو، بحال هو كاين بحال رولي، هنايا بحال رولي تيتكري واحد لوشو مانيتيك، بحال كاين واحد البوبين تتكري واحد لوشو مانيتيك هنايا، وهاد القطيعة هادي تتلاصق مع هاد البولون هذا الصغير، ومن بعد
ومن بعد هنايا الاليمونطاسيون تدوز على الاخوان تدشي وتتاليمونطي تتاليمونطي لي بوجي دو بريشوفاج. ومن بعد لي بوجي دو بريشوفاج شنو تيديرو؟ تيسخنو الشومبر دو كونديسيون باش تتم عمليه الاحتراق ما بين لير او الكاربيرون. وبالنسبه للاخوه لابين خمسه هي الدياغ، الدياغ شنو كتعني هاد الدياغ؟ مثلا الا كان عندنا شي مشكل، مثلا درتي درتي لاباري ديال الدياغنوستيك وكان عندك شي مشكل هنايا في البوتي دو بريشوفاج، راه تدوز الا كان عندك شي مشكل تدوز لا فورماسيون هنايا في هاد الخيط هذا الخمسه، وتتمشي للكالكيلاتور، والكالكيلاتور تيشعل البوله ديال الدياغنوستيك، كيف ما كتشوفوا في الصوره. وكاين الاخوان واحد البوله ديال البري شوفاج كيف ما كتشوف، فاش ديروا الكونتاكت فاش كديروا الكونتاكت تتشعل ديك البوله ديال البري شوفاج كيف ما كتشوفوا، ديال على هذا الشكل هذه، هاي ديال على هذا الشكل الاخوان، تتشعل واحد الخمسه ديال الثواني ولا جوج ديال الثواني ولا ثلاثه ديال الثواني على حسب الكونستريكتور وعلى حسب الفونكسيون ديالها، واش دغيا تدخل لا شومبر دو كومبيسيون ولا اخره، على حسب البواجه، على حسب البواتي البري شوفاج. الاخوان هادي شكون اللي تيشعلها؟ الاسيو الكالكيلاتور، الكالكيلاتور تتصيفط لي سينيال، للبي سي اي، والبي سي اي تتصيفط للداتش بورد، اي طابلو دو بورد، باش تشعل هاد البوله هادي. ديجا عندها هي لاماس، والبلوس تعطيها على الكالكيلاتور، ومن بعد تشعل البوله. عندك خمسه ثواني، اربعه ثواني، ولا جوج ديال الثواني، ومن بعد تطفى. المهم الاخوان، المشاكل اللي غادي تلقاوها، مثلا المشاكل اللي باغي ندوزو للمشاكل، الى هاد البوله عندك كانت في الطابلو، كانت تشعل وتطفى، تتشعل وتطفى، عرف بلي انا المشكله الاخوان عندك في البواتي البري شوفاج، ولا بقات شاعله صافي ما طفاتش، حتى هي الاخوان خصك تكونترولي البواتي البري شوفاج، ولا عاوتاني عندك ما شعلاتش، كاع البوله، فهمتي؟ اما تكون المشكل في البوله ولا عاوتاني المشكل في البواتي البري شوفاج. المهم دابا شفنا المشاكل، دابا غادي نشوفوا كيفاش دير تيستي، البواتي ديال البري شوفاج. سهله الاخوان، غتجيب ملتيمتر كيف ما كتشوفوا، غتجيب ملتيمتر، ومن بعد ملتيمتر غديروا في الكاليبراج ديال 20 ديال في الفولتاج، غديروا في الفولتاج دي سي، ومن بعد شنو غادي دير؟ غادي تقلب على لاماس في الباتري، مثلا هذا هو لاماس، برونشيو فيه كيف ما كتشوفوا. ومن بعد شنو غادي نديروا؟ غادي نمشيو بلا ما نديروا الكونتاكت، غادي نجيو لهنايا هذا البورن، البورن الغليظ، وغادي نكونيكتيو هذا البورن هذا فيه، وغادي تافيشي عندنا هي هنايا لا طونسيون ديال الباتري 12 فولت، 12.4، 12.5 على حسب لا طونسيون اللي عندك في الباتري. ومن بعد غادير الكونتاكت، وغادي تكونترولي هذا البورن هذا، البولون هذا الصغير اللي تي اليمونتي لي بوجي دو بريشوفاج، غادي تشوف حتى هي واش فيها لا طونسيون ولا ما فيهاش لا طونسيون. ومن بعد الاخوان غتكون داير الكونتاكت عاوتاني، غتحيد الفيش كيف ما كتشوف، غتحيد الفيش ياك، وغادي تجي لهنايا البين 3، راه مكتوب في الفيش، راه مكتوب البين 3، راه مكتوب كاينه 3 صغيره، وغادي تجي غادي دير عاوتاني هنايا البورن، ولكن غادي تخليه في لاماس، وغادي تجي عاوتاني دير هنايا نورمالمون خصك تلقى عاوتاني 12 فيغول شي حاجه، لا طونسيون ديال الباتري ما لقيتيهاش، غادي تجي تكونترولي عاوتاني الفيزيبل ديال 10 امبير، 10 امبير ما هذا باش تلقاه خصك الاوتو داتا ولا الهاينس برو باش تعرف لون بلاسمون ديالو. شنو اخرى الاخوان عاوتاني من بعد شنو غادي دير؟ غادي تجي عاوتاني البلوس، عاوتاني باتري، وغادي تكونترولي وغادي تشوف لاماس عاوتاني، ديال البواتي دو بريشوفاج، البواتي ديال البريشوفاج، غادي تكونترولي واش تشوف واش كاينه لاماس ولا ما كايناش لاماس. من بعد فاش تكونترولي هذا الشيء، المهم عاوتاني غاتكونترولي لا كوموند اللي تصيفطها للكالكولاتور الى اخره. المهم دابا الاخوان غادي نشوفوا كيفاش درت كونترولي لي بوجي، دو بخي شوفاج، كيفاش درت كونتروليهم. غادي نقول لكم غير جوج ديال لي كونترول الاخوان، ساهلين ماهلين.
مثلا انت عندك مثلا انت عندك عندك كيف ما كتشوفوا عندك التيموان سمعوا لي مثلا عندك انت التيموان تجيبها في البلوس مثلا هذه هي بلوس باتري هذه هي البلوس ديال الباتري تجيب الكروكوديل تديرو في البلوس ديال الباتري ومن بعد شنو غادي تجي غادي تجي هنايا هذا السلك ديال ليمونطاسيون اللي غادي للبوجي مثلا ما غاديش كونترولي بوجي بوجي غادي تحيد هذاك الفيل اللي اليمونطي لي لي بوجي غادي تحيدو ياك ومن بعد غادي تجي الفوق ديال اللي تجي من البوجي من الفوق غادي تشوف واش البوله شعلات الا شعلات البوله عرف باللي البوجي بخي شوفاج راه مزيان الا ما شعلاتش عرف باللي البوجي راه فيه المشكل هذا التيست الاول والتيست الثاني تيستيه بالملتيمتر ولكن خصك البوجي خصو يكون محيد من الكيلاس خصك تحيد البوجي مثلا حنا عندنا على سبيل المثال هذا هو البوجي كيف ما كتشوفوا هذا هو البوجي هذا هو الراس ديالو هذا هو الراس ديال البوجي غادي نجيبو الملتيمتر غادي نديروها في الصونيط الاخوان كيف ما كتشوفوا هذا هو الصونيط كيف ما كتشوفوا ومن بعد البوجي غادي نشدو البوجي غنديرو من الفوق الكروكودي كيف ما كتشوفوها هي في الصوره كيف ما كتشوفوها كالاخوان تبرونشيو الملتيمتر البوجي من بعد هنايا نحطو هنايا الملتيمتر من بعد هذا البوجي تدير هنايا الفيل هنايا والاخر تديرو هنايا دونك البوجي راه مزيان الا ما سمعتيش البيب الا ما سمعتيش البيب في الملتيمتر عرف بلي انا البوجي راه محروق فيه شي حاجه فهمتي بدلو المهم الاخوان هذه هي الحلقه هذا هو الفيديو ديال اليوم ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم والسلام عليكم الاخوان.